طول بالمناسبة يعني. المحاضرة توكسي توكسيستي اوف كومن هاوس هولد برودكتس، فتفضل دكتور نزيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور نزيه رمضان، مدرس السموم الإكلينيكية والطب الشرعي في كلية طب جامعة القاهرة، ومدرس الميديكال إسكس في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. إن شاء الله هناخد يعني في أسرع وقت على قد ما نقدر يعني ناخد توكسيستي أوف هاوس هولد برودكتس. يعني ده من الموضوعات المهمة جدا، لأن إحنا كتير بنقابل أطفال في بويزند واخدين سموم، والاطفال دول عاده بيكونوا واخدين موستلي هاوس هولد برودكت. تمام، هنحاول ان شاء الله نركز مع بعض عشان نطلع باكبر فايده ممكنه على قد ما نقدر. كالعاده انا دايما ببدا كل محاضراتي بالجنرال اوتلاين مانجمنت اوف اني بويزند تشايلد، يعني اي طفل جاي لي بحاله سموم بعالجه بالاستراتيجي دي. تمام، بغض النظر هو واخد ايه، فيا ريت دي نركز فيها جدا، لان انا بقى ان شاء الله وانا بشرح بعد كده في الحالات اللي احنا يعني هنقولها مش هقول بقى الجنرال اوتلاين، هقول باختصار كلمتين وبس على اساس ان احنا هنمشي على الجنرال اوتلاين. تمام، اول حاجه سبورتيف ثيرابي، ان احنا سبورت بيشنت وي ار تريتنج ذا تشايلد نوت ذا بويزن، يعني بغض النظر عن الطفل ده جاي واخد ايه، الطفل ده انا بسبورت. يعني في اطفال كتير جدا جايه لي ريفيرد، والاطفال دي شوكد، الاطفال دي توصل تبقى ارستد، الاطفال دي سايانوز، لانه مجرد ان النايب سمع انه دي حاله بويزنينج او توكسيكولوجي. لا، ان سبورت الطفل، سبورت اعمل بيزك لايف سبورت الاي بي سي بتاعتنا، وبعدين ريفير للبويزن سنتر. طيب، بيهمني قوي في السبورتيف الكوما كوكتيل، زي ما احنا كلنا عارفين لو اي طفل في كوما ممكن اديله ديكستروز لو انا ما عنديش تيستنج اللي هو البيت تيست راندوم بلاد شوجر تيست، ممكن ادي نالوكزون لانه لو انا عندي طفل في كوما والطفل ده هو جاي لي بريسبيراتوري ديبريشن، خصوصا لو معاه بين بوينت بيوبل وانا مش عارف السبب ايه، بغض النظر عن السبب ممكن ادي نالوكزون، لانه لو هو اوبييت توكسيستي، وده وارد جدا، اطفال كتير ممكن تاخد ترامادول مثلا، قرصة ترامادول ولا حاجة بتاع باباه أو مرمي أو كده، يريفرس الكوما والريسبيراتوري ديبريشن. خلاص، ده أول حاجة سبورتيف. طيب أنا عملت سبورتيف أو هو الطفل لسه نوت دي سبورتيف، أعمل جي أي تي دي كونتامينيشن. دي أهم حتة في التوكسيكولوجي لأنه فيها لغط كتير وغلط كتير، فعايزين نفهمها كويس. هشيل البويزن من الجي أي تي إزاي؟ رقم واحد اللي الناس كلها عارفاه، أخليه يرجع. لا، اخليه يرجع اللي هو الايمسيز نوت بريفيرد، يعني بنعمله في حالات قليله جدا 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 جدا، اللي هو واحد بعيد جدا 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 عن المستشفى، عن اي مستشفى، واخد حاجه هايلي توكسيك، مثلا شارب انسكتسايد مثلا وشارب كميه كبيره، فانا في الحاله دي ممكن اخليه يرجع. طب اخليه يرجع ازاي؟ اعمل له مثلا جاج ريفلكس، ما اعملوش، ما شربوش ميه بملح، نو سلاين، نو سولتد ووتر، از كونترا انديكيتد، ممكن الطفل يموت من هايبر ناتريميا، ما يموتش من البويز، يبقى الايمسيس بلاش. طب الجاستريك لافاج في الاطفال بنعملها قليل جدا جدا يا جماعه، الاصل في الاطفال ان ما اعملش لافاج. بعمل لافاج امتى؟ رقم واحد ايرلي، واحد جايني في اول 3 ساعات. رقم اتنين بويزن هايلي توكسيك، يعني انا حاسس واخد ترامادول، حشيش، انسكتسايد، بيتا بلوكر، انتي دايابيتك. انما واحد واخد مثلا انالجيزك بروفين، لو قلنا الجرعه بتاعت الطفل اساسا من 10 ل 20 مللي جرام بير كي جي، هو واخد 40، لا، التوكسيك دوز اساسا بتبدا من 100 مللي جرام بير كي جي، ولا اعمل له اي حاجه، اوبزرفيشن بس، ما عرضوش انا للهازارد بتاع الجاستريك لافون. الحاجه يبقى لازم ايرلي، لازم يكون حاجه خطيره. ثالث حاجه
انه ما يكونش ليه كونترا انديكيشن. ايه هي الكونترا انديكيشن بتاع الجاستريك لافاج؟ اول حاجه كوما، لو في كوما ما ينفعش اعمل جاستريك لافاج الا لو ركبت تيوب. كوروزيف، لو واحد واخد كوروزيف ماده كاويه، ميه نار، ملمع، ما اعرفش ايه، او مزيل الدهون والكلام ده، لو دخلت بالانبوبه بتاعت الرايل هروح مفرقع للاسوفكس. الهيدروكربون، الجاز والبنزين، تعمل له جاستريك لافاج، هي اصلا حاجات فولاتايل، تبص تلاقي انه الشخص ده هوت، الطفل ده هوت جاله اسبيريشن. الانفنت صراحه تحت سنتين صعب جدا نعمل جاستريك لافاج او الكونفولجن. ايه بقى رقم ثلاثه والمهم جدا 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 في الديكونتامينيشن؟ هو الاكتيفيتد شوك، ومالوش غير تو كونترا انديكيشن، انه يكون العيان في كوما او عنده انتستاينال اوبستراكشن او سسبكتد يجي له انتستاينال اوبستراكشن، عنده ايلياس مثلا. وفي الحاله ديت مش هينفع مع التشاركول، او في بعض الحاجات زي الليثيوم وزي الايرن مش هديله، يعني التشاركول ما بيشتغلش معاه، وزي الهيدروكربون والكوروزيفز التشاركول ما ينفعش. طب التشاركول ده باودر بيتباع في شركه الجمهوريه وفي بعض الشركات، مش ده الكربون ملوش رول. احنا بندي جرام لكل كيلو فحم، الايوكربون القرص فيه 100 مللي جرام، يبقى حضرتك هتدي شريط لكل كيلو، طبعا ده امبوسيبل يعني. خلاص؟ فيعني دي يعني اللي هو ايه، يعني في بعض الناس يقول لك لو انا بقى مش لاقي حاجه خلاص ادي. تمام؟ عايز تطمن الاهل انك عملت لهم حاجه، حاجه مثلا واخد هو بروفين مثلا ونون توكسيك دوز، لو توكسيك دوز، واخد انتي بيوتيك وتوكسيك دوز مش عاليه، خلاص ادي له ايوكربون، حاجه تطمن الاهل، مفيش مشكله يعني، بس انا ما بفضلش كده. طب عملت دي كونتامينيشن اد انتيدوت، وعندي مجموعه من الانتيدوتس يعني مش كتير متوفره في الحقيقه. اليمينيشن اوف بويزن، بشيل البويزن من البلاب بالدياليسيس، نقولهم كده في بعض البويزن مهم جدا للدياليسيس، خليهم بس في بالك. زي ايه؟ زي الباربيتوريت، حاله في باربيتوريت وداخله في كوما وديب كوما، حط في بالك دياليسيس. حاله سلسليت وداخله في ميتابوليك اسيدوزيس عنيفه، حط في بالك دياليسيس. حاله سيوفيلين وداخله في كونفولجن ومتبهدله وكوما، حط في بالك دياليسيس. يعني دول حاجات كده، خليهم بس خليهم في دماغنا، يمكن كده حاله كومبليكيتد وبنفكر تقولها كده، ايه ربنا يكرمك وتنقذ حياه طفل بسبب حاجه زي كده. طب ما الاربعه دول عملتهم وفيلد، او يعني ما فيش نتيجه، او ما نفعتش اعملهم، او لسه الطفل تعبان، عالج بقى سبورتيف او سيمتوماتيك تريتمنت، عالج الاعراض. ودي حاجات كتير جدا، انت مجرد بتخليه عندك اوبزرفيشن وبتعالج الاعراض. يبقى انا عندي 5 ستيجز stages of management اي طفل بوزنت. طيب نبدا بقى، هي الهاوس هولد برودكتس. هاوس هولد برودكت ديت الحاجات اللي الطفل، البويزنز اللي موجوده في البيت، ان الطفل ياخدها في البيت، وعاده بتبقى اكسيدنتال، وعاده بيبقوا اطفال اقل من 5 سنوات. طبعا عندنا في الكيتشن 50% من البويزن موجود في الكيتشن، 20% في الباث روم، 10% في البيد روم. انا امتى اشك ان الطفل ده والطفل واخد بويزن؟ عادة بيجي يقول لك الطفل شرب من ده، عادة طفل اقل من 5 سنين عادة يعني، وبيبقى كويس جدا، وفجأة جاي له ابربت إلنس او اكتر من طفل، فانا اشك في توكسيكولوجي، او مالتيبل سيستم ملهمش اكسبلانيشن، او اشم اودر، او اشم، او اشوف يعني حاجه اب نورمال. مهم جدا جدا موضوع الان ليبلد كونتينر. يعني ايه؟ من اكتر المشاكل في الهاوس هولد توكسيستيز انه الاب او الام يحط البويزن في كونتينر بتاع حاجه ثانيه، يعني احط الكوروزيف في ازازه بتاعت بيبسي، كارثه. تمام؟ فناخد بالنا من ان ليبل او مس ليبل كونتينر. طبعا هو عاده بيبقى اكسيدنتال، بس احيانا ممكن يبقى انتشنال. ايه هي اشهر بويزن؟ ايه اشهر بويزنز؟ هناخدها كده حسب الاريا في الليفنج روم، وهقول بقى بسرعه كده ايه ده، هنشرحه بالتفصيل او اقول عليه كلمتين. اول حاجه ممكن الاقيها في الليفنج روم بيستسايدز، ودي الدكتوره اماني هتشرحها لنا بالتفصيل ان شاء الله. اير فريشنر هقول لكم عليها، او البايرسرويدز زي دول كده. الاير فريشنرز الجليد والكلام ده عاده بيعمل بس اريتيشن، يقعد يكح شويه وخلاص. البايرسرويدز دي الريد، دول اسمهم بايرسرويدز، دي اسمهم فيروسرويدز مش اورجانوفوسفيت. دول بيعملوا اريتيشن للجي اي تي والشيست، رير لو كميات كبيره جدا يعمل كوما، ياثر على السي ان اس، بس مينلي اريتيتنج.
طفل عنده اليرجي، عنده حساسيه، يجي لك بكحه وصدره يتعب جدا. فده ناخد بالنا ان دول اسمهم بايروسرويد نوت اورجانوفوسفيت. شايفين ده؟ ده اسمه سيليكا جيل، حاجه حبوب صغيره كده موجوده مع الالعاب، في ناس بتفتكرها انها نفسالين، لا دي سيليكا جيل، ودي ملهاش ودي ملهاش يعني مشاكل، نون توكسيك، اللي واخد الجيل اللي هي المحبوب اللي موجوده مع الجزم وعلى الالعاب دي ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب في البيد روم، في اوضه النوم، هنلاقي الماوس بولز اللي هي حبوب اللي هي النفسالين اللي هي بتاعه العته، ودي بتبقى غير السيليكا جيل. السيليكا جيل كلرلس، دي بتبقى وايت وليها ريحه نفاذه، بيحطوها في الهدوم عشان العته، ودي بتعمل هيموليسيس وخطيره جدا. هنلاقي الكوزموتكس، كوزموتكس عاده نون توكسيك الا اذا كان جواها الكحول، تمام، او يعني مكتوب عليها وورنينج، انما الاصل فيها ان هي لو توكسيست، الديودرانس والليبستيك والكلام ده كله. ممكن يبقى فيه ميديسن اقراص، ممكن يكون فيه البتري، ساعه، هنتكلم على الساعه بقى بالظبط اللي هي حجر الساعه، نتكلم عليه بالتفصيل. بيقول لك اهوت ان البرفيومز واللوشن، افتر شيف لوشن والكلام ده كله فيهم الكحول، فانا اللي يهمني الكحول. واخد كميه، طفل واخد كميه كبيره وطالع الكحول 20%، خد بالك ان لو طفل خد الكحول 70% ده خطر جدا. فلقينا مثلا فيهم الكحول 20%، انت البير يعني اللي هي القويه الخمره يعني بيبقى الكحول فيها 20% وحاجه كده يعني، و5 و10 والكلام ده. فناخد بالي من الكحول. الديودرانس بقى فيهم ليو توكسيستي، ان يعني فيهم المونيوم وزنك، بس يعني التوكسيستي بتاعتهم فيري لو. كذلك الهير برودكتس والكريم واللوشن والليبستيك والتوث بيست، التوث بيست مشكلتهم الوحيده لو فيهم فلورايد، وهكذا. كل الحاجات دي، ان البولش والكلام ده التوث بتاعتهم قليله جدا جدا. التويز قلنا هناخد الباتري، هنتكلم عليها بالتفصيل. في الكيتشن هتلاقي بقى الديترجنت، المنظفات والديس انفكتنت، نتكلم على الديترجنت. كربون مونوكسيد، الغازات، خد عندك، عندك 3 غازات موجودين، الميثان والبيوتان والكربون مونوكسيد. دايما يجي يقول لي طفل وقع في الحمام او في المطبخ شم غاز، اقول له انتوا شميتوا ريحه، لو شميتوا ريحه يبقى ده ميثان وبيوتان، وده بيعمل اريتيشن للشيست، بس اكسجين وخلصت، وسوليو كورتيب وخلصت. طيب ما شميناش ريحه، لسه شفت طفل من كام يوم بيقول لك الشمعه بتاعت السخان بتفصل وما شميناش ريحه، ده كربون مونوكسيد. وده لو دخل في كوم او عنده ريسبيراتوري اسيدوزس او ميتابوليك اسيدوزس، او عملت له ام ار اي ولقيت فيه تشينجز، لازم ادي له حاجه اسمها هايبربريك اوكسجين، اوكسجين تحت ضغط. في الباث روم طبعا هنلاقي المنظفات والكوزموتكس والمعجون السنان والصابون والكلام ده كله، هنتكلم عليهم. الديترجنت، كل بقى الاريال والزهره والبرسيل جيل والكلام ده كله اسمهم ديترجنت، هنتكلم عليهم بالتفصيل. اما المواد الكاويه زي ميه النار وزي مزيل الدهون والكلام ده، دي الكروزف، هنتكلم عليها برضك بالتفصيل. في الجراج هنلاقي هيدروكربون، تالت حاجه هنتكلم عليها بالتفصيل اللي هي الجاز والبنزين والكلام ده كله، وممكن نلاقي بيستسايد، دكتور امانه اتكلمنا عليها ان شاء الله. قبل ما ابدا في ال3 حاجات اللي قلنا عليهم، هنتكلم على الكروزف، هنتكلم على الديترجنت اللي هي المنظفات، نتكلم على الساعة، حجر الساعة، هنتكلم على الهيدروكارب ومواد البترولية، وإيه هنتكلم في الآخر على الرودنت سايت. دول 5 حاجات هنقولها. قبل ما نبدأ، في عندنا بعض المواد نون توكسيك. يعني إيه نون توكسيك؟ يعني ما هياش سامة، موجودة في البيت، عشان بس لو جالك طفل واخدها تقول له روح، ما فيش أي مشكلة. خد بالك لو واخد جرعة من صغيرة لميديم، لو واخد جرعة كبيرة أقول له لا، اقعد تحت الملاحظة. خلاص، لارج اماونت اندر اوبزرفيشن، لو في فورين بودي لازم ناخد بالنا، او ممكن نكونسلت سيرجري. زي ايه؟ زي البيبي كوزموتكس، زي الباودر بتاعت الاطفال، البين انكس، البودي كونديشنرز، اللوشنز، الكالاماين لوشن، الكاندلز، الطباشير، الكلي، الكلي الصلصال لو معروف مصدره ومتصنع كويس ما فيهوش اي مشكله خالص. كورتيكوسترويد لو اورال سنجل دوز عاده ما بيعملش مشكله، مشكلته في الكورون. السيليكا جيل قلنا عليها، الديودرانت قلنا عليها، الليبستيك زي ميك اب قلنا خلاص عليه. كونتراسبتيف بيلز مهم جدا جدا، طالما واخد كميه معقوله 7 8 اقراص 6 اقراص ولا اي حاجه.
واخد بقى كميه كبيره، خلي بس اندر اوبزرفيشن، وعاده برضه مش هيحصل اي حاجه خلاص، مش اي مشكله. ولو في ميل ممكن يجي لها بليدنج كده، ايه سبوت يعني بليدنج كده، ولا اي حاجه برضه. الفازلين ما فيهوش مشكله، الشامبوز، السويتنر ايجنت، ترمومتر، الزئبق اللي موجود في الترمومتر لا يمتص عن طريق الجي اي تي، ناخد بالنا بس من الازاز. المعجون، زنك اوكسيد، مضاد حيوي، والفيتامينز معظمها سيف ما عدا الايرون وفيتامين اي وفيتامين دي الا في لارج اماونتس. دي ارقام تليفونات مراكز السموم عشان لو في عايزين ناخد اي كونسلتيشن. هنتكلم على البليتش والكروزيفز كوزموتكس، اتكلم على كوزموتيك، اتكلم على ديترجنتس وهيدرو كربون والباتري، وهنقول بسرعه رودنت ساينس. اول حاجه البليتش اللي هو الكلور الملمع المبيض كلوروكس، مشهور موجود في البيوت، اشهر واحد فيهم اللي هو الهايبو كلورايد، ده اللي هو ايه اللي هو الكلوروكس، ده اشهر واحد، وده تركيزاته اللي في البيوت كلها بتبقى 5% و3%، كل دي بتبقى جاست بتعمل اريتيشن، يعني تعمل اريتيشن للجي اي تي والشيست. اما اللي في المصانع 35% ده اللي مشكله، ده اللي بيعمل لوكال تيشو ديستراكشن عنيف جدا. في عندنا اوكزاليك اسيد وميه الاكسجين هيدروجين بروكسايد، هيدروجين بروكسايد بتعمل كوروزيف اكشن، يعني زي ما هناخد الكوروزيف دلوقتي هي بتعمل نفس الاكشن بس بتعمل معاها جاز برودكشن ممكن يعمل لي امبوليزم، فناخد بالنا من ميه الاكسجين دي بالذات. معظم البليتش الموجود في البيت قلنا 3 ل 5% وبيعملوا مجرد مايلد اريتيشن، يعني ايه؟ يعني هدي له حاجه دي مالسنت كده وخلاص. كمان بيحطوه في السويمنج بول. فلو الكونسنتريشن 3 ل 5 برضه يعمل مجرد اريتيشن للجي اي تي والشيست، اشتغل سيمتوماتيك تريتمنت سبورتيف للاريتيشن بتاع الجي اي تي والشيست. انما لو النسبه عاليه لا ممكن يعمل له كوروزيف اكشن. احيانا في امهات بتخلط البليتش والامونيا على امل ان هو هيزود التنظيف والتبييض، للاسف ده بيطلع كلورامين جاز وكلورين جاز، ودول ليهم افكت اشد شويه من الكلور لوحده، من البليتش لوحده. فساعتها لما يكون مخلوط انا ابدا اقلق اكتر. يبقى ده اول حاجه. تاني حاجه الكروزف، المواد الكوي اللي هي بقى ايه؟ ميه النار، الكلور اللي هو التركيز عالي، مزيل الدهون، معرفش منظفات البوتاجاز، منظفات ايه؟ كل اللي هو يعني بيبقى ليه تاثير الفانش، كل اللي ليه تاثير قوي. عندنا نوعين، في ان اورجانيك واورجانيك. ان اورجانيك ليهم سيفير لوكال اكشن، ما لهمش سيستميك، يعني بيشتغل في مكان واسع. اورجانيك زي الفينول والفينيك والديتول ليهم مايلد لوكال بس ليهم سيستميك اكشن. خلاص؟ طيب الان اورجانيك ده طبعا مشهور جدا، ويعني الاطفال بيتعرضوا فيه كتير جدا، عندنا في منه الكالي واسيد. الاسيد بيعمل حاجه اسمها كو اجريتيف نكروزس، يعني بيعمل لي طبقه حوالين، عشان كده ما يعملش بيرفوريشن على الاسوفجس وعلى الستوم. اما الالكالي بيعمل ليكويفاكتيف ديستراكشن، فيعمل بيرفوريشن اسرع. اشهر حاجه اللي هو البوتاس، اشهر حاجه في الالكالي، وده اكتر حاجه تعمل لي ستريكتشر بعد كده ومشاكل. دي امثله للان اورجانيك كوروزيفز. طبعا بيختلف حسب، يقول لك هيعمل ايه حسب الكميه وحسب التركيز وحسب كانت معدته فاضيه ولا لا وحسب البي اتش بتاعه، الكونتاكت كان قد ايه، الى اخره من العوامل اللي ممكن تحدد لي الاوت كام. بس في كلينيكال بيكتشر ثابته انه بيأثر على حاجتين رئيسيين، الجي اي تي والريسبيراتوري سيستم، اشهر حاجتين، ودول اللي خاف منهم بدأ من الراجل اللي واخد ماده كاويه ده. على الجي اي تي بيعمل لي سيفير بين وسويلنج في كل حته يعدي عليه، في اللبس، في الماوس، سلايفيشن، ديسفيجيا ما يقدرش يبلع، اودينوفيجيا، فوميتنج، هيماتيمسيس، ممكن يعمل لي كمان جي اي تي بيرفوريشن. على الشيست ممكن يبقى بعد 6 ساعات مش بدري، يجي لي بديزنيا وكاف وهورسنس وسترايدور، طبعا سترايدور اخطر حاجه عشان كده لازم ادي سترويد لو حصل لي سترايدور او شيست افكشن. ممكن يجي على السكين يعمل لي بيرن، يجي على الاي يعمل لي كورنيال السر، ودي لازم نبقى كير اوف سكين، والاي مهم جدا. خلاص؟ طب اعالج ازاي حاله كوروزيف؟ واحد شارب ميه نار او شارب كلور مركز او اعالجه ازاي؟ والله لو جاي لي من غير سيمتومز او سيمتومز بسيطه خالص، مجرد جاست اوبزرفيشن، وادي له كده ايه ميوكوجيل حاجه ديمالسن، تقول له روح او خليك معانا شويه، وبكره دكتور الاطفال يشوف صدرك، وادي له بقى انالجيزيك واتش تو بلوكر، واقول له بقى تقعد اسبوع ما تاكلش حاجه ناشفه ولا حاجه حرشه ولا حاجه سخنه ولا حاجه حراقه الى اخره. طيب لو مودريت تو سيفير، يعني عنده ديسفيجيا، فوميتنج ما بيقفش، سويلنج للماوس وللتانج،
حاجه باين انها سيفير، لا ده يتحجز حضرتك. اول حاجه سبورت كير، ادوا له الجيز القوي واي بي سي وفلويدز والكلام ده، اعمل له اللاب بتاعته، شيست اكس راي مهم عشان لو في نيمو سوركس يقول ان في برفوريشن، وكمان تاني يوم اعمل شيست اكس راي عشان لو في شيست افكشن، اعمل اندوسكوب في كل حاله. وخلينا والله خلينا عندنا جرأه في النقطه دي، اي حاله سيفير مودريت تو سيفير افكشن بعد كروزف اعمل اندوسكوب، مهم جدا جدا جدا. ليه؟ اول حاجه هيقول لي انا في انهي حاله، يعني هيأسس الجريدنج، جريدنج هيقول لي هعمل ايه، ممكن يقول لك امنع فيدنج خالص، ممكن يقول لك ادي استرويد، هما نفسه بيحقن استرويد جوه، بيحقن حاجه اسمها مايتومايسين، في حاجات كتير حوله الله يكرمك على الجي اي تي، مهم جدا بيدياتريك جاسترو انترولوجي يعمل له اندوسكوب في حالات المودريت للسيفير، مهمه جدا جدا جدا، ممكن يحميه من استركتشر ومن كانسر بعد كده. النقطه الثانيه، عايز اعمل له دي كونتامينيشن، اشيل البويزن من الجي اي تي، ممنوع، ممنوع ولا ايمسيس ولا جاستريك لافاج ولا تشاركول ولا تيجي جنبه ولا تخليه يرجع. ليه؟ لان انت هترجع هتخلي الكروزي بيطلع يكوي تاني. طيب لو جه على الجلد وعلى السكن، لازم تغسل الجلد والسكن لمده ربع ساعه، خلاص لمده ربع ساعه بالمحلول ملح، مهم جدا، وتوديه لدكتور رمض يبص عليه، ممكن تشربه لبن وتدي بقى سيمتوماتيك. سترويد ملهاش رول قوي الا لو بقى في شيست افكشن او سترايد. انتيبيوتكس مش مهمه، بيبي اي كويسه واتش 2 بلوكر مهم. طبعا نيوتريشن بيتحدد ب اللي بيحدده طبعا الاندوسكوب، بيقول لي هنعمل نيوتريشن ازاي. خلاص؟ طبعا بيقول لي ادي اهوت، لو انا الكروزف لو جاني بدري، لو مايلد ما اعملش حاجه، سيفير اعمل اندوسكوبي. تمام؟ لو جاي لي ديلايد ما اعملش اندوسكوبي، خلاص عدى يومين ما اعملش اندوسكوبي. ممكن اعمل دايلاتيشن لو في مشكله، لو جالي ليت بقى ساعتها هشوف اذا كنت احتاج ادخل سيرجري ولا ايه. تاني نوع اللي هم الاورجانيك كوروزيف، خلاص ودولنا ليهم لوكال مايلد لوكال افكت، بس ليهم سيستميك. مايلد لوكال فانا ما بقلقش قوي على الجي اي تي وعلى على الشيست، انما المشكله ليهم سيستميك، يعني بيأثر على السي ان اس، يعمل لي كوما، سي في اس يعمل لي تكيكارديا واريزميا، على الكدني يعمل لي اوليجوريا ويورينال فيلير، وكمان بيخلي اليورين جرين. عشان كده امي بتكلمني، او في طفل واخد اللي هو الديتول او الفينيك، او لا والله خلوه اندر اوبزرفيشن للسي ان اس وللهارت، ونتابع لون البول ونعمل وظائف كده دلوقتي وبعد 24 ساعه. لو ما فيش سيستميك خلاص، لان لو كميه صغيره مش هتعمل سيستميك، فخلاص واللوكال بسيط. عشان كده هنا ممكن اعمل اساسا جاستريك لافاج لو واخد كميه كبيره، لانه ما بيعملش كوروزيف اكشن عنيف للجي اي تي، ده اللي هو الديتول والفينول. كده يبقى احنا خلصنا البليتش، خلصنا الكوروزيف. رقم ثلاثة الديترجنت. المنظفات في الغالب، المنظفات الصابون والزهرة والاريال والكلام ده كلهم بيعملوا مجرد لو توكسيستي، مجرد اريتيشن للجي اي تي والاي والسكان، يعني عالجه انت كدكتور اطفال اريتيشن فقط، سواء بقى كالديش ووش الماشين. طبعا عندنا في حاجه اسمها انايونيك وان ايونيك، يعني مش هتفرق قوي، معظمهم بيعملوا لو، يعني لو توكسيستي مجرد اريتيشن. خلاص بتختلف حسب النوع، مش عايز ادخلكم في التفاصيل دي. خلاص اللي بنخاف منه ده الكبسوله دي، في اطفال صغيرين بلا يعني فرقعت في بقهم، بيعضوها فرقعت في بقهم، في طفلين ماتوا، بيقولوا لانها مركزه، ممكن عملت اوستراكشن، ممكن عملت لارنجيال سبازم، فدي نخاف منها بس شويه. ما عدا كده وكل المنظفات اللي في البيت، الاريال والزهره والجل وبرسيل جل ومش عارف ايه، كل ده بيعمل لي مجرد اريتيشن، فتدي له حاجه بس امالسنت وياكل، قلنا زي ما اكنها مايلد كوروزيف يعني، ونقول له ياكل حاجات طريه وياكل زبادي وجيلي ومش عارف ايه والكلام ده كله. خلاص ناخد بالنا بقى في الكوروزيف من الكومن بيت فولز دي، ما تعملش دايليوشن للكوروزيف وتقول له اشرب ميه كتير عشان ما يرجعش، فيخلي يحصل يكوي تاني الجي اي تي. ما تعملش نوتراليزيشن، ما تعملش جاستريك لافاج، ما تركبش تيوب الا في الحالات السيفير جدا، لانه انت ممكن تروح مفرقع الاسوفيس. خلاص بعد كده عندنا البوتوم باترنز، يبقى احنا كده خلصنا البليتش كوروزيف، قلنا نعمل فيه ايه بنوعيه والديترجنت. البطاريه الساعه، بطاريه الساعه دي مشكلتها في ايه؟ بتعمل لي ليكج، ده اول حاجه بتليك، فيها الكترولايتس وفيها حاجات، الحاجات دي لما تعمل ليكج تعمل كوروزيف اكشن، هي بقى موجوده محشوره مثلا في الانتستين، تقعد تعمل كوروزيف لما تعمل لي بورفوريشن. كمان بتعمل لي اكسترنال كارنت، تمام، بتوين الكاسود والانود، بيعمل لي هيدروليسيس للتيشو فلويدز ولوكال
generation of hydroxides. فيهم كمان mercury oxide بيبقى ليه corrosive action. في النهاية انه هيعمل لي بريشر، وكمان بريشر نكروزس في الاخر هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي يعني destruction ويعمل لي perforation. غير كمان ان هي بتبقى لودجد، يعني هي مزنوقه في حته فعماله تليك وعماله تعمل ديستراكشن وكروزيف، فهتعمل لي برفوريشن بسهوله جدا جدا، غير التوكسيستي بتاعت الالكترولايتس اللي بتطلع دي. طب نعمل ايه مع البوتوم باتريز؟ لو طفل بلع جنيه ممكن اسيبه شويه في الباتري، انا بحاول بقدر الامكان ان انا اشيلها في اقرب وقت as soon as possible، احاول ان انا ما اسيبهاش، بس حسب الاكسسبيليتي يعني هي فين. لو هي طبعا فوق اسوفاجس فما فوق هشيلها بمنظار بسرعه جدا. خلاص؟ طيب يبقى انا هي لو هي في الاسوفاجس بسرعه اعمل اندوسكو واشيل. طيب ما عدت الاسوفاجس في الجي اي تي دخلت على على الاستومك، هستنى شويه، استنى مثلا 12 ل 24 واشوف. لقيتها زي ما هي في الاستومك هدخل اشيلها بالاندوسكو. طيب عدت هستنى تاني، يبقى انا طول ما هي ماشيه بتعدي هستنى، الا اذا بقى في سيمتومز. يبقى انا بتدخل في حاجتين، هي اكسسبل قريبه مني هشيلها، في سيمتومز هشيلها بغض النظر، ان شاء الله هعمل لابروسكوبيك سيرجري هفتح وادور. خلاص اذروايز انا هبدا افولو اب. يبقى انا هي اكسسبل باندوسكوب وما فيش سيمتومز هدخل اشيل، في سيمتومز او ما بتتحركش واقفه في مكانها مثلا، عملتها في لقيتها في المعده ومش ماشيه، لا يبقى انا كده ادخل اشيل. طيب في سيمتومز هدخل اشيل، طب ما فيش سيمتومز وبتتحرك يبقى فولو اب. تمام، ده كده الخلاصه في البدل. رقم اربعه الهيدروكربونز، الجاز والبنزين. الجاز والبنزين دول في ناس بتشمهم وناس بتبلعهم، بيعملوا طبعا الريتيشن للشيست عنيفه جدا جدا جدا، انترستيشن انفلاميشن، انتر البلر ديما، برونكلر نكروزس، هيموريجز، وبيعملوا كمان كارديك ابيزمياز، خصوصا في الاطفال اللي بيشموا، بيعملوا حاجه اسمها صدن سنيفنج ديس سندروم، الاطفال اللي بيشموا بنزين ممكن يموتوا. تعمل سي ان اس ديبريشن مع الكميات الكبيره، جي اي تي اريتيشن. اعمل شيست اكس ري اول ما يدخل الطفل وبعد 6 او 12 ساعه عشان اشوف الشيست ايه اخباره. لو هو اسيمتوماتيك وقعد 6 ساعات ما فيهوش اي سيمتومز وتشيست اكس ري فري اروحه. طيب لو في سيمتومز اعالج بقى كدكتور اطفال شيست، عالج الشيست كشيست بس مفيش اكتر من كده. بس هنا خد بالك انه انت ما تعملش جاستريك لافاج عشان ممكن تعمل لي اسبيريشن وتزود لي المشكله. طبعا لازم يعمل ديكونتامينيشن للاسكان، يعني ما سيبوش بهدومه اللي مليانه جاز وعمال يعمل انهاليشن وابزورب، طبعا بتمتص من الجلد ومن كل حته، لازم نغير له هدومه ونحميه كويس. خلاص؟ ده الهيدروكربونز رقم اربعه، قلنا ديكونتامينيشن بالصابون، ما تعملش جاستريك لافاج الا يعني لو بقى عليه ماده ثانيه وحاجه خطيره طبعا، والتشاركول ملوش رول في الهيدروكربونز. اخر حاجه رودنت سايت سم الفريم. عندنا في مصر 3 انواع من سم الفريم. اول نوع تسال، انت تسال الام عامل ازاي سم الفريم. اول النوع زي كده بلاك كريست، زي يعني الفلفل الاسود، وده كارباميت. يعني ايه كارباميت؟ زي الاورجانوفوسفيت. هعمل له جاستريك لافاج وادي اتروبين واحوله على مركز سمو، دكتورة منى هتقول نعمل ايه في الكارباميت. طب لقيته ملون زي كده، اللي ملون زي ده عباره عن ايه؟ عباره عن وارفه، وارفرين يعني انتي كواجلين، لازم كميه كبيره عشان يعمل مشكله. طب هنعمل يعمل اي ان ار، طب اعمله دلوقتي، تعمله دلوقتي كبيزك بس هو مش هيظهر غير بعد 15 ساعه. اعمل جاستريك لافاج وادي فيتامين كي وخليه اندر اوبزرفيشن ونتابع لمده يومين الاي ان ار عامل ازاي. طيب ثالث حاجه بيبقى جرين باودر زي كده، جري باودر مطحون. الاولاني ده كان كريستال زي الفلفل الاسود، اما اللي هو البلاك كريستالز، اما الجري باودر ده اسمه زنك فوسفايد، زي الالومنيوم فوسفايد كده، بيعمل لي كارديوجينيك شوك وميتابوليك اسيدوزيس. اوعى تشربه ميه، شربه بارافين وكوكونات اويل ودي بايكارب وفازوبريسور، الدكتور امانه اتكلمنا عليه بالتفصيل كده. ده كان الرودنت سايت. نراجع كده الهاوس هولد برودكتس اللي احنا قلناها. ده قلنا ايه؟ اريال ده ديترجنت، بريل ده ديترجنت، صابون ديترجنت، اعمل ايه؟ ده بيعمل مايلد كوروزن، يعني اعمل ايه؟ ما تعملش دي كونتامينيشن،
خليه ياكل اكل طري، ما ياكلش حراق، ما ياكلش سخن، شربه مثلا لبن. قلنا نخاف من ده. طيب ده ايه؟ ده فينيك وديتول. ده دول ايه؟ دول كوروزيف، بس اورجانيك كوروزيف، ليهم مايلد لوكال افكت بس ليهم سيستميك. فنتابع الثلاثه السيستميك، سي ان اس وسي في اس ورينال، بيخلي لون البول جرين، وعالجو سبورتيف هو وديتول زي الفينول بس مايلد. البنزين ده ايه؟ هيدروكربون، بيعمل جي اي تي والمونري ريتيشن عنيف جدا، ممكن يعمل اريزميا وسي ان اس. اعمل شيست اكس راي وخلي بالك ما فيش دي كونتامينشن. ده الريد، ده اسمه ايه؟ قلنا بايرسرويدز، بيعملوا سكين وتشيست اريتيشن. ورير لما ياثر على السي ان اس وعلاجها كله سبورتيف، يا بتوع صدر الاطفال هم اللي هيعالجوه. ده ايه؟ ده صبغه يود، صبغه يود ليها كوروزيف افكت. خلاص؟ بس خد بالك بتعمل لي هايبر ناتريميا، هايبر كوليريميا وميتابوليك اسيدوزيس في الحالات الكميات الكبيره. الراجل ده نشربه لبن، ولو تشربه ستارش يبقى احسن، نشا احسن من اللبن، ما لقيناش يبقى لبن. خلاص؟ وممكن نعمل دي كونتامينيشن. البتادين، البتادين يعني التوكسيس بتاعته اقل بكتير من صبغه اليود. ايه ده؟ السجاير، وبالذات الباط بتاع السيجار، الحته الاخيره منها هايلي توكس. ممكن طفل عنده 5 سنين يا يبلع سيجاره كامله، سيجاره واحده كامله، تبقى هايلي توكسيك، نيكوتينيك افكت، سمباثيك ستيميليشن عنيف جدا جدا جدا. فناخد بالنا، خطر قوي السيجاره دي. حجر الكبير قلنا عليه، ما قلناش عليه. الحجر الكبير مشكلته ان هو يعني عاده طفل مش هيبلعه، ولو بلعه يعمل له اوبستراكشن. فاحنا مش مشكلتنا في التوكسيستي اللي فيه اكتر من انه يعمل له اوبستراكشن. طب لو فتحه وكل اللي جواه، يعني التوكسيستاته مش عنيفه قوي، يعني فيها هيفي ميتالز بس عايز كميه كبيره عشان تعمل مشكله، يبقى جاست اوبزرفيشن. انما ده اللي خطير، حجر الساعه الصغير ده اللي خطير عشان بيتبلع، سواء كان حجر كبير او حجر صغير. زي ما قلنا لو بدري او في سيمتومز، لو قريب او سيمتومز شيل. طيب نزل المعده استنى من يوم ليومين، اتحرك اوكي، ما اتحركش شيل. قلنا بقى يبقى بشيل لو قريب ما بيتحركش في سيمتومز، ادخل اشيل على طول. اخر حاجه بقى ازاي نافويد الهاوس هولد برو اكسبوجر، اقول للامهات خلي الاول توكسيك هازاردز بعيده عن الاطفال، حطيها فوق الثلاجه، حطيها فوق في فوق المطبخ عالي فوق خالص، تمام؟ تقفليها كويس في كونتينرز بتاعتها، مش كونتينرز بتاعت ازازه كوكاكولا، تمام؟ ما تحاوليش ان انت تنقليها، دونت ترانسفير اني توكسيك هازاردز في اي كونتينر تاني زي ما قلنا او اوف ليبل. ما تفضيش في حاجه من الحاجات التوكسيك، ما تحطيش فيها اي اكل، يعني ما تجيبش زي ديت اهيت بتاعت البنت تحط فيها رايس. وانت بتتعامل مع المنظفات البس بوانتيك والبس الكمامه. خد بالك لو طفل بلعه زي ما قلنا شربه لبن، شربه لبن وابدا كلم مركز السموم. لو انهيلد خليه يطلعه من المكان ده هوت، يعني اعمل له فنتيليشن كويس. خلاص؟ لو على الاي قلنا لازم نغسل الاي لمده ربع ساعه، مهم جدا جدا قبل ما اروح لدكتور الرمد. لو على السكيل لازم اغسل الجلد لمده ربع ساعه، وطبعا اكلم ايه مركز السموم. يعني كده اتمنى ان اكون فدتكم، ويعني ان شاء الله تبقى حاجه، يعني يكون موضوع مهم. لو في اي اسئله ان شاء الله انا تحت امركم. شكرا دكتور نزيه على المحاضرة الجميلة ديت، واللي أعتقد إن هي لازم تكون مع كل طبيب تكليف في صحة الريف في الاستقبال المستشفيات، لأنها حاجات كومون ومتكررة يوميا. شكرا دكتور نزيه على البرزنتيشن الرائع، وأنا أتشرف إن إحنا نقدم في آخر جلسة في البانل مسك الختام الأستاذة الدكتورة أماني أحمد اللي مشرفانا لايف في القاعة.